أما هلأ مشاهدينا ننتقل لمحطتنا التالية، نقرأ لنلتقي عنوان معرض الكتاب السوري الذي تنطلق فعاليته في مكتبة الأسد الوطنية من 12 ل 22 تشرين الأول برعاية وزارة الثقافة. للحديث عن المعرض وأيضا انضمام اتحاد الناشرين السوريين إلى الاتحاد الدولي للناشرين والمشاركات في المعارض الدولية، رح نحكي عنها أكثر مع الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين، وفيني أقول اليوم كل عام وأنتم بخير. نحن اليوم نقرأ لنرتقي، أكيد. يسعد صباحك على جديد أستاذ هيثم، كثير مهم وفعال. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية يسعد صباحك. الله يسعدك أستاذ هيثم. شو التحضيرات اليوم لمعرض الكتاب السوري؟ شو الجديد اللي محضرينه؟ بصراحة اليوم التحضيرات كثير كبيرة وكثير مهمة. معرض الكتاب السوري هذا العام أنا بتصور أنه هو حيكون قريب من قلوب جميع السوريين. حيكون اليوم هو معرض مهم جداً على خليني أقول تجديد وتفعيل الحالة الثقافية السورية للمواطن السوري من خلال هذا الكتاب السوري الجديد. لدينا العديد من الكتب السورية الجديدة. أنت بتتذكري ونحن حكينا سابقاً أنه مرت ظروف صعبة بوباء كورونا والأزمات طبعا اللي مرت علينا، فصار في خليني أقول بعد عن الإنتاج الجديد. اليوم هذا الإنتاج الجديد صرنا عم نشوفه، صار اليوم المعرض كتير مهم لنطلع على ما أنتجه الناشر السوري من خلال الروايات ومن خلال الكتب المعرفية الكثيرة. عندنا كتب الأطفال هذا العام متطورة وبشكل كتير مهم. عنا الكتب ايضا اللي متجهه للغه العربيه كمان عنا اياها كثير فعاله وكثير مهمه. عدد بدي اقول عدد مهم من الناشرين المهمين والاساسيين في اتحاد الناشرين السوريين مشاركين في هذا المعرض يلي سميناه معرض الكتاب السوري. هو ليس بديلا عن معرض مكتبه الاسد، لكن الظروف الاقتصاديه ليس في سوريا، الظروف الاقتصاديه في المنطقه هي التي دعتنا إلى التفكير بإقامة معرض للكتاب السوري. لأنه الكتاب السوري الآن في ظروفنا الحالية، خليني بدي أكد على موضوع الاقتصادية، هو يمكن يكون الأقرب أو بمقدرات قارئنا السوري. ممكن يكون الكتاب العربي اليوم إذا بدنا نجيبه للأسواق السورية وبدنا نجيبه لمعرض مكتبة الأسد ممكن يكون في هو شاسعة بالحالة السعرية بينه وبين الكتاب السوري بسبب اليوم ارتفاع أسعار تكاليف الشحن، ارتفاع أسعار تكاليف الإقامة للناشر العربي اللي بده يجي لسوريا. هذه المعطيات اليوم الجديدة عم تأثر على الحركة الاقتصادية للمواطن اللي هو نحن بالنسبة لنا هو القارئ، هو الهدف. إذا بنتبه نقرأ لنرتقي عم نقصد المواطن، عم نقصد من خلال هذا طيب الكتاب هذا العنوان هو قارئنا السوري. صحيح. بس يمكن اشرت لنقطه كثير مهمه هي عدد المشاركين، انواع الكتب المشاركه. يمكن انتم كاتحاد ناشرين سوريين يعني 10 سنوات من الحرب لم تتوقفوا، صدفناك بعده حلقات، كان دائما في مشاركه بعدد من المعارض الخارجيه وكان في معارض داخليه فينا نحكي عنها. خلينا نحكي عن اليوم المعرض الكتاب السوري، شو هي انواع الكتب، عدد المشاركين، بما انه قلنا انه رغم كل الظروف ما وقفتوا يعني مستمرين، فاكيد في عدد كبير مشارك بمعرض الكتاب السوري. وانواع الكتب، لما نحكي انواع كتب عن الاطفال، في انواع دينيه بوليسيه ثقافيه فنيه، فكمان هذا التعدد كمان مثل ما قلت بينطبق تحت عنوان اساسا الكتاب، يعني نقرا لنرتقي. هلا نحن اول شيء حجاوبك على موضوع المعارض العربيه. نحن اليوم جايين، انا امبارح جيت من معرض الرياض الدولي للكتاب. نحن حقيقه لم ننقطع عن اي دوله عربيه. صحيح. حتى مو بس هيك، نحن في بعض الدول الاوروبيه شاركنا فيها، يعني شاركنا بمعرض فرانكفورت وهذا يعتبر من اهم المعارض الدوليه، شاركنا بمعرض بكين وهذا يعتبر كمان من المعارض تبع الاتجاه شرقا كمان هذا المهم. ونحن عم نشارك في المعارض العربية بشكل فاعل لأنه حقيقة الكتاب السوري مثل ما قلتي يتميز بجودة المحتوى. كونه نحن عم نحكي عن جودة المحتوى
هذا اللي بيميز أهم ما يميز الكتاب السوري. اليوم نحن عندنا تقريبا حوالي 50 مشارك في معرض الكتاب السوري في مكتبة الأسد، مشكورة جدا. أنا دائما قلت مبادرة كريمة من وزيرة الثقافة على هذا الجهد اللي بذلته وزارة الثقافة، وطبعا كادر مكتبة الأسد من مديرنا العام إلى المدراء الأساسيين إلى من اشتغل في هذا المعرض. قدمنا معرض على فكرة وكأنه معرض دولي، يعني بكل أبعاده، بكل خليني أقول مرافقه، بكل أساسياته، يعتبر من المعارض المهمة بالنسبة لأنواع الكتب. موجودة كل أنواع الكتب، يعني موجود كتب الروايات بشكل كامل، بشكل فاعل ومهم، وكل شيء جديد عنا بالروايات إن كان سورية وإن كان حتى في روايات عالمية. ترجمة الناشر السوري موجودة معنا في المعرض. هناك كتب فكرية بكل أنواع الفكر والأبعاد المعرفية لذلك. هناك أيضا كتب دينية مثل ما قلتي، عنا المصحف الشريف في أكثر من جناح لتطوير طباعة المصحف الشريف. في عنا مثلا أيضا الكتب الأطفال. كتب الأطفال حتشوفوا أنه نحن طبعا سوريا تتميز بكتاب الطفل، وأنا دائما بنادي أنه نحن يجب أن نقيم معارض متخصصة في كتاب الطفل، ليس في دمشق فقط، لكن بدمشق وبحلب وبحمص وبالسويدة وباللاذقية، بكل المحافظات السورية. ليه؟ لأنه نحن عنا كتاب طفل متميز جيد جدا، يعتبر من أهم منتجي الكتاب العربي هم الناشرين السوريين. هؤلاء الناشرين السوريين الآن موجودين في المعرض، وأبدي أكد للقارئ وبدي أكد للسادة المشاهدين على أنه المعرض بأسعار لا أقول رخيصة، لا، مدروسة متناسبة مع الواقع السوري، وهذه إيجابية أكثر. وأنا بدي كان أحكي شوي على بعض المبادرات للناشرين السوريين الموجودين بالمعرض. عندي ناشر قال أنا بدي أحسم 30%، في ناشر قال بدي أحسم 40%، في ناشر بدي أحسم 50%. وأسعارنا بدي أكد على فكرة، الأسعار التي تباع في سوريا تختلف عن أسعارنا في الأسواق المجاورة. يعني نحن ممكن بنبيع كتابنا مثلا بالأسواق المجاورة بسعر أعلى، أو بالأسواق العربية، بسوريا نحن عم نبيعه بسعر مقبول أكثر، وبمكتبة الأسد عليه حسم. ونحن اتفقنا مع بعض الناشرين السوريين أنه نحن كل يوم في عنا كتب جديدة، كل يوم في عنا تواقيع جديدة. حيكون أنا ما بدي أسميه معرض للكتاب السوري، أنا سميني، خليني اسمحي لي قلك، بدي أسميه مهرجان، مهرجان حقيقي للكتاب السوري. طبعا المواطن السوري لن يبخل بالحضور، وحتشوفوا بكرة أنه في عنا كم هائل من الزوار حيكون، لأنه عندهم ثقة وثقة كبيرة بهذا الكتاب السوري. صحيح، نعم. خلينا نضوي على نقطة كتير مهمة اليوم أستاذ هيثم، انضمامكم كناشرين للاتحاد الدولي اليوم. خلينا نحكي عن أهميته وشو ممكن يقدم لكم. والله أول شيء أنا بدي بارك للناشرين السوريين هذه الخطوة الرائدة حقيقة. نعم. وحتى للقارئ السوري والمواطن السوري، الاتحاد الدولي للناشرين، بس أنا بدي أعرج لعرف لكم عليه، هو يعتبر من أصعب الاتحادات للانضمام، لأنه الانضمام يحتاج إلى مواصفات معينة، ليس فقط الانضمام بتقدم طلب وبيقبلوه، لا لا لا، في انضمام، في له مواصفات، في له معايير محددة للانضمام. لذلك بعتبر أنا أنه انضمامنا للاتحاد الدولي للناشرين يعتبر خطوة رائدة، حتطور من صناعة النشر في سوريا، حتقدم لنا جديد، وحترفع من المستوى، وحتأدي إلى تطور أنا بتصور كبير وقادم للكتاب السوري. حنشوف بكرة أنه الكتاب السوري صار موجود بالأسواق الهولندية، حنشوفه بالأسواق الألمانية، حنشوفه بأمريكا اللاتينية، لأنه حياخد بعد أكبر. حنساوي ورشات للناشرين السوريين ولمن يدخل في صناعة النشر، لمن يرغب أن يدخل في صناعة النشر أيضا، من خلال
أفكار وطروحات وورشات ودعم من هذا الاتحاد أكيد. اللي اسمه الاتحاد الدولي للناشرين. أكيد سعيدين أنك كنت معنا اليوم أستاذ هيثم، بتمنى لك كل التوفيق وأكيد ناطرين المعرض بفارغ الصبر، وحنشوف كيف حيكون الإقبال، إن شاء الله يكون مثل ما أنا متوقعين ومثل ما قلت يكون مهرجان كتير كبير. شكرا لا إن شاء الله، وأنا بتمنى تشرفونا وتضووا أنتوا الإعلاميين، لكم دور كتير مهم، واليوم أكيد. الافتتاح الساعة 6 وحيكون هو من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 8 مساء بشكل يومي، حنكون معكم مع القراء السوريين، اهلا وسهلا. اكيد بنتمنى لكم التوفيق لجميع الناشرين السوريين على المجهود اللي عم تقوموا فيه. نقطه الاسعار هي اخذها بعين الاعتبار نقطه كثير مهمه لكل الاهالي اللي حابين ياخذوا اولادهم على معرض الكتاب، لانه عم نسمع بارقام كثير كبيره، فقصه الحسومات كمان هي نقطه مهمه، يعطيكم العافيه عليها. شكرا كثير لك. شكرا اهلا وسهلا.